عيني تبوح بموكب من أمنيات ورؤايا تسكب في يدي وهج الحياة يا رب أنت وهبتني حلو الهبات ساحوك آمالي ذرا بيد وذات يا همسة في الروح يا بروح البنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات الداعيات، أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليلة التي يبهجها المطر ويرش على فراشاتها الجميلة رذاذه الطهور، يتحرك القلب إلى من يحركه وينبض بذكر من ينبض بإذنه، وتتحرك الشفاه المسبحة بحمده، مطرنا بفضل الله ورحمته، فاللهم صيبا نافعا، كذلك الغيث الهتان أنت أيتها الفتاة الداعية. فلقد تشققت الأرض يبسا تنتظر قطراتك الندية، ولقد تلمضت النفوس الشقية بأوزارها تترقب عذوبة حديثك. جيش عرمرم من الشياطين من الإنس والجن احتشدوا على أفواه السبل، يدعون أخواتك إلى النار، وليس لهم مثل يدك الحانية تردهم قبل أن يهووا فيها. بإذن ربك أنت أيها الداعية، بخلقك قبل خلقك، بسلوكك قبل قولك، فحي هلا بك في صفوف الداعيات مهما كان دورك في الدعوة إلى الله تعالى. في هذه الحلقة سوف ترين كيف يمكنك أن تكوني داعية بأيسر مما تتوقعين، وكيف تضاعفين جهدك بأقل مما تتصورين. فحي هلا إلى البوح الدعوي هذه الليلة الشتوية المباركة الماطرة، بوح البنات. يا همسة في الروح يا بوح البنات. أتدركين اللحظة التي تشعرك الليالي فيها بالذنب والتقصير تجاه دينك وذاتك؟ اللحظة التي تسرقك فيها لحظات الخوف لتفكري بأنك قد تنهين محطات العمر فأي لحظة دون أن تكوني سبباً في هداية شخص، وأنك قد ترحلين دون أن تتركي أشخاصاً يدعون لك ويهمسون قد كانت سبباً في نور قلبي، فاللهم أنر قبرها. كم مرة فكرت أن أيامك قد تضيع دون أثر يذكر، لتشعري أنك تريدين أن تكوني روحاً مختلفة وقلباً ينبض للجزء الذي يستحق من هذا العالم. ذلك الجزء هو الذي يتيح الطريق للروح الخاشعة التي تريد من يوجهها، من يعدون داعيات يصلحون من ذواتهم قبل المجتمع. فتوالي الفتن مريب، والمريب أن نفتتن بعد صلاحنا. نحن بحاجة لمن يرشدنا دائماً، من يذكرنا بالله سبحانه لينتشر صلاحنا الداخلي لمن حولنا، لعلنا نكون سببا فقط. يا همسة في الروح يا بروح البنات. يا مرحبا بكم، حيا الله كل من يشاهدنا ويسمعنا. الله عز وجل أعطاك شهادة أيتها الداعية، فما عدت تحتاجين إلى شهادة أحد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آية عظيمة جدا تجعلك تعتز بأنك إنسان مسلم، تعتزين بأنك إنسانة مسلمة. لكن هنا في هذه الآية لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم أو أنا مسلمة حتى يحقق أوله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل سعادة، هناء، امتداد في العمر، فإن الإنسان الداعية يعيش بعدد أعمار الذين دعاهم والذين تأثروا بدعوته وبدعوتهم إلى يوم القيامة. أي إن أحدنا لو هدى الله عز وجل على يديه أحدا وتعلم منه أحد علما وفقه هذا العلم واستمر واستقر عليه، ثم شاء الله أن يهدي على يديه ذريته
أو طلابه أو الناس أو من الناس أجمعين، فإن كل هذه الأعمال التي تكون بسببه مثل أجرها في صحيفته. والله الواحد منا مهما عمل ومهما صنع فلن يستطيع أبداً أن يصل إلى مستوى هذا الإنسان الداعي الذي قبله الله عز وجل وقبل منه كل هذا العمل. صفوف الدعوة النسائية حتى الآن تفتقر إلى عدد أكبر من الموجود. نعم هناك داعيات وهناك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهن العلم والإخلاص، ولكن الحاجة كبيرة جدا، بل الحاجة ازدادت، فهناك شياطين الإنس والجن في كل مكان يعملون ضد هذه الفتاة ويستخدمون هذه الفتاة من أجل إفسادها وإفساد المجتمع كله. فإذا كانت الصفوف النسائية الدعوية قليلة فإذا هي تحتاج إلى مزيد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تأهيل. من أجل ذلك اختار فريق العمل في بوح البنات أن يكون هناك حلقتان، هذه الحلقة الليلة لتكون حول قضية الدعوة واستضافة بعض الداعيات، ولكن في الحلقة القادمة أيضا إن شاء الله سيكون استكمال لها للتأهيل المنهجي للداعيات، وسنستضيف إن شاء الله معنا هنا عددا من المختصين وعددا أيضا من وراء الهاتف من المختصات في هذا المجال إن شاء الله تعالى. من أجل معرفة شيء من الواقع أقمنا هذا الاستطلاع من خلال طرح 4 خيارات. السؤال إلى ماذا تحتاج الداعيات؟ إذا كنا نحن مؤمنين إيمانا كاملا بالحاجة الماسة إلى زيادة الداعيات، فإلى ماذا تحتاج الداعية حتى يمكن أن تقوم بهذه المهمة العظيمة الخطيرة؟ فنحن إذا أردنا أن نوظف فتاة لتقوم بإدخال بيانات مثلا دخلناها دورة تدريب اسمها دورة إدخال البيانات، وإذا أردنا أن واحدة تكون مسؤولة عن نشاط للأطفال سندخلها دورة في خصائص النمو لدى الطفولة وكيف تتعاملين مع الأطفال. لكن أنت الآن ونحن نريد أن ندخل الفتيات في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن هذه الفتاة الداعية سوف تقول قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هي ستتحدث باسم الله وباسم نبيه صلى الله عليه وسلم. فإلى ماذا تحتاج الأمور الأربعة التي طرحناها في هذا الاستطلاع؟ أولا الإعداد العلمي الشرعي المؤصل، ثانيا الفرص التدريبية الواقعية التي من خلالها تتدرب الفتاة على الدعوة إلى الله عز وجل، الثالث فنون التحضير والإلقاء والإقناع، والرابع تحمل أعباء الدعوة. والآن نشاهد هذا الاستطلاع. الذين قالوا بالأول الإعداد العلمي والشرعي المؤصل 43%، أي أنها بمقارنتها بقية هذه الخيارات سنجد أن أكثرها على الإطلاق هي الإعداد العلمي الشرعي المؤصل، وهذا دون شك يدل على فقه. فإن فقه هؤلاء الذين دخلوا واختاروا هذا الخيار على أن بقية الخيارات أيضا مهمة، وكنا نريد من يدخل ويقول هذه أيضا مهمة، لكن من الطبيعي جدا ألا يسبق الإعداد العلمي الشرعي المؤصل شيء، لأنه لو فقدت كل هذه الأشياء الأمور الأخرى لا يكفي أبدا أن يكون الإنسان عنده قدرة مثلا على أن يقف أمام الآخرين، وأن فتاة عندها شجاعة وجرأة أدبية وتقف أمام الناس وتتحدث، لا يكفي هذا، لابد أن تكون عندها تلك المعلومات الموثقة والعلم الشرعي المؤصل. الآن الحمد لله في بلادنا في المملكة العربية السعودية وعدد من البلاد الإسلامية فرص ليست قليلة لهذه القضية، إما فرص رسمية من خلال كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات الدعوة والدراسات الإسلامية وغيرها التي تسهم في بناء هذه الدعية من هذا الجانب، يعني جانب العلمي المؤصل. وهناك أيضا في الجانب الأهلي، يعني برامج في مراكز الدعوة والإرشاد، برامج في دور تحفيظ القرآن الكريم، برامج في الدور الأهلية أو خلينا نقول مؤسسات المجتمع المدني الأهلية، والتي تعنى بالتكوين الكامل لشخصية الفتاة، ومنه الجانب الشرعي، الحلق والدروس التي تقام في المساجد، كل ذلك أصبح فرصا ثمينة متاحة. بل هناك فرصة رائعة جدا وهي الأروقة والمنصات التي وضعت على الإنترنت،
فيمكن لكل فتاة أن تدخل على هذه المنصة وتختار الدورة التي تريد وتشاهدها وتستمع إليها وتتفاعل معها أيضا، وهي في بيتها على مكتبها وهي على سريرها. المهم أنها تتلقى هذا العلم الشرعي بكل سهولة، بل وهي في تنقلاتها تستطيع ذلك. الأمر الثاني والاختيار الثاني هو الفرص التدريبية الواقعية، وأخذت 18%. والفرص التدريبية الواقعية أردنا منها لفت النظر إلى أن الداعية لا يكفي أبداً أيضاً أن تكون عندها علوم شرعية، لأنها لو كان عندها هذه العلوم وهي لا تستطيع أن توصلها أصبحت كعدد من الذين أخذوا هذه الدروس، ألوف من الذين أخذوا هذه الدروس والعلوم الشرعية في مدارس وجامعات ثم لم يعملوا شيئاً في اتجاه الدعوة بالطريقة التي نريدها الليلة. وإن كنا سنفتح إن شاء الله مجالات أخرى للدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك جعلنا شعار هذه الحلقة كلنا داعيات. الثالث عندنا هو فنون التحضير والإلقاء والإقناع، وهذه 27%، ونعتبر 27% و18% يعني 45%، اثنينهم شيء واحد أو الاثنان شيء واحد، وهو التدرب ومعرفة طريقة الإلقاء والإقناع، وهي قضية لاحظوا أنها تناصف ما من قالوا بالإعداد العلمي الشرعي المؤصل. آخر شيء 12% تحمل أعباء الدعوة، وهي أيضا لفت نظر لكل فتاة تريد أن تدخل هذا الميدان وتختص فيه وتبذل جهدها من أجله وتحترفه، أن هناك أن هذا الطريق ليس مفروش بالورود وإنما هو طريق فيه أعباء وتصبر فيه. فالله عز وجل قال على لسان لقمان وهو يعظ ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن تأتي عقبات وأن تأتي بعض الصوارف وبعض أيضا الأعداء الذين قد يقفون لك بالمرصاد، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الآن وبعد هذا الاستعراض السريع لمخرجات هذا الاستطلاع، معنا المشرف العام على برنامج تأهيل الداعيات بأبها الدكتور محمد عارم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم وحياكم الله مع بناتكم بنات بوح البنات. حياكم الله جميعا وشكرا لكم على هذا اللقاء وهذه الحلقات الجميلة النافعة. أول ما طرحت فكرة هذه الحلقة هذه الليلة، أول ما بدر في الذهن مباشرة هو ما قمتم به في أبها من ريادة هذا العمل وهو تأهيل الداعيات، فهنيئا لكم هذه الأولية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها لكم ذخرا في الآخرة. نسأل الله عز وجل القبول وأن يبارك فيكم وفي كل من بذل في هذه البرامج الممتعة والنافعة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لكل من شارك فيها ودعمها وعمل فيها، وأن يرزق الجميع الإخلاص. آمين يا رب. السؤال، كيف يمكن أن نستشعر أو تستشعر أهمية الدعوة إلى الله عز وجل من قبل الفتيات؟ في الحقيقة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استشعار أهمية الدعوة إلى الله عز وجل هذا مهم جدا، لأنه يعتبر من الحوافز المعنوية للفتيات أن تمارس الدعوة إلى الله تعالى. هذه الاستشعار يأتي من نقاط عدة، من أهمها أن تستشعر الفتاة أنها وهي تدعو إلى الله عز وجل هي تمارس أحسن القول الذي وصفه الله عز وجل، ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله، وأن تستشعر أنها تمارس مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا شرف للإنسان أن يقوم بهذه المهمة العظيمة التي اختصها الله عز وجل لأنبيائه. الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا، أن تستشعر أنها هناك نصوص شرعية تخص المرأة وتحثها على الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كانت المرأة تشترك مع الرجل في عدد من النصوص العامة التي تحث على الدعوة، فإن هناك بعض النصوص الشرعية التي خصت المرأة للدعوة إلى الله تعالى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول الله عز وجل وقلنا قولا معروفا. قال ابن عباس في هذه الآية أي أن يأمرنا بالمعروف وينهونا عن المنكر في أي وسط يكون فيه. يا سلام، وهذه المهمة الحقيقة فعلا التنبيه إليها مهم، لأن عدد كبير من النساء تنتظر الدعوة من الرجل ولا تنتظره من أختها المرأة. شيخنا، ما الذي يلزم الفتيات لتطوير أنفسهن؟
التطوير الذاتي المستمر للفتاة هذا أمر مهم سواء في طلبها للعلم أو كذلك في الجوانب المهاري، المهارات الذاتية والتي أنتم تفضلتم بها وبعرض نتائجها من خلال استعراضكم في هذه الحلقة. الجانب الذي يهمنا في هذه النقطة هو أن يكون التطوير مستمرا ولا ينحصر في وقت معين بطلب العلم الشرعي أو بالعلوم المساندة أو الدورات التدريبية التي تساعدها. الأمر الآخر المبادرة، أن تكون مبادرة هي بتنفيذ بعض المشاركات التنموية والدعوية حتى تكون نافعة في مجتمعها. يا سلام. سواء مجتمعها القريب أو حتى مجتمعها الخارجي. يعني إذا أصبحت جاهزة يفترض أنها هي التي تبادر إلى من حوله. وإذا نأتي للسؤال الأخير، كيف تعتني الداعية بالبيئة الاجتماعية القريبة منها سواء أسرتها أو الأسرة الممتدة أو حتى المدرسة والجامعة؟ هذا سؤال مهم في غاية الأهمية، ولا ننسى أولا أن البيئة الاجتماعية مؤثرة في شخصية الفتاة. نعم. ولذلك لابد على الفتاة أن تختار الصحبة الصالحة المعينة لها على العمل الدعوي. لابد أن تهتم الفتاة بالعلاقات الاجتماعية المناسبة مع الفتيات سواء كان في محيطها الاجتماعي أو في مكان دراستها وعملها، أو وهو أمر مهم في وسائل التواصل الاجتماعي، أن تركز الفتاة على متابعة الداعيات وتتفاعل مع الداعيات سواء كان مباشرة أو حتى عبر الوسائل التقنية الافتراضية، لأن هذه البيئة الاجتماعية التي ستكون هالة مع هذه الفتاة ستؤثر في شخصيتها وتنميها وتعينها على هذا المجال العظيم. أحسنتم دكتور محمد. هل من نصيحة أخيرة لبناتنا التي توجهنا للدعوة إلى الله عز وجل؟ الوصية هي تقوى الله عز وجل والإخلاص، وأن يستعينوا بالله عز وجل. وأؤكد على ما ذكرتم من أن أمر الدعوة أمر طريق شاق ويحتاج إلى صبر ومصابرة، ولا ينسون أن هناك محاضن تهتم بالتأهيل والتدريب للداعيات موثوقة. أنصح الجميع بالالتحاق بها، أسأل الله عز وجل التوفيق لهم جميعا. آمين. شكرا جزيلا دكتور محمد عارم، المشرف العام على برنامج تأهيل الداعيات بأبها. وأنا أنصح الحقيقة أيضا كل من يرغب في هذا البرنامج أن يتواصل مع الدكتور محمد لينقله إلى مدينته أو إلى منطقته. والشكر أيضا لكم على التفاعل مع هذه الدعوة. الآن ننتقل إلى بعض المداخلات أيضا الأخرى. معنا الأستاذة سلمى عبد العال، مسؤولة شؤون الطالبات في معهد إعداد الداعيات بجدة. السلام عليكم سالة سلمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ودي تحدثينا شوي عن برنامجكم وعن دورك أنت فيه. بداية أشكر قناة المجد الفضائية وكذلك القائمين على هذا البرنامج المبارك لإتاحة هذه الفرصة. الله يحييكم والشكر لك بعد الله. أما فكرة برنامج تأهيل الدعاة والداعيات فهي تقوم على أساس تقديم برنامج للتأهيل العلمي والمهاري مع التفعيل الميداني المقنن، والذي يخدم جميع الجوانب الشخصية المعرفية والمهارية التي يحتاجها الداعي الفاعل. ينفذ هذا البرنامج من خلال خطة تعليمية تربوية تستغرق عاما دراسيا كاملا. تشارك في هذا البرنامج طاقات متخصصة من طلبة العلم والأكاديميين والدعاة والمدربين. ما شاء الله. أما عن دوري في برنامج تأهيل الداعيات فهو الإشراف على الطالبات خلال العملية التعليمية والتقييم المستمر لأدائهم. كيف المخرجات عندكم؟ يعني أعطينا بشائر تشجع البنات أيضا وتشجع المناطق الأخرى على استنساخ هذا البرنامج. الحمد لله تخرجت من هذا البرنامج دفعة العام الماضي، والآن نحن مع الدفعة الثانية. يعني خرجت الحمد لله برامج طيبة في الميدان، برامج متنوعة لأكثر من فئة من فئات المجتمع سواء كانت فئة الأمهات أو فئة الفتيات. أيضا عبارة عن دروس ومحاضرات وكذلك دورات تدريبية، وما زال الأمر يعني الآن مستمر. يعني مخرجات هذا البرنامج تتخرج الداعية ثم تستمر أيضا بعد التخرج. كيف إقبال البنات عليه يا أستاذة؟ الحمد لله الإقبال كبير على البرنامج ولله الحمد. الحمد لله. في نصيحة أيضا تقدمينها في ختام هذا اللقاء السريع، يعني للفتاة التي تريد أن تقف على عتبة التميز في الدعوة إلى الله عز وجل وليس فقط أن تكون داعية.
أتمنى من كل فتاة مسلمة أن تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى حسب ما تستطيع، وأن تسعى لأن تكون في ركب الدعاة إلى الله تعالى، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولا شك أن من تمام ذلك أن تسعى الداعية إلى أن تكون متميزة في دعوتها، وذلك من خلال بعض الخصال الهامة كالإخلاص لله تعالى والتزود بالعلم الشرعي، وأن تسعى إلى تطوير نفسها والتقدم بذاتها لتنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات. فكلنا بحاجة إلى المزيد من العلم، وكفى بفضل العلم قوله تعالى: وقل رب زدني علما. أحسنتي، شكرا جزيلا لك أختي الكريمة سيدة سلمى عبد العال، مسؤولة شؤون الطالبات في معهد إعداد الداعيات بجدة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. كلنا داعيات، وليس فقط تلك التي احترفت الدعوة إلى الله عز وجل وتفرغت لها. فالبنت التي في الاختبار الآن هي، وهناك طالبات تحاول الغش، يمكن أن تقول لها: اتق الله في علمك، واتق الله في الوظيفة المترتبة على هذا الاختبار، ويمكن أن تكون في بيتها وفي احتفال عرس، وبعض البنات بدأت تستعد لهذا العرس بملابس غير لائقة، فتقول لأختها: اتق الله واستري نفسك، وهذا لا يليق بفتاة مسلمة. يمكن أن تكون داعية في السوق بأن تحضر معها بعض الأشرطة وبعض الكتيبات الصغيرة وتوزعها على البنات الجالسات في الانتظار في الأسواق أو في أماكن الأكل والشرب. يمكن أن تكون داعية كذلك وهي في مدرستها، وهي في البيئة العامة، وهي في حديقة، وهي في أي مكان. يمكن أن تكون داعية حتى مع والديها، تتعرف على صلاة والدتها الكبيرة في السن والتي يمكن أن يكون عندها خلل فيها. داعية مع الأطفال الذين في البيت، فتجلس معهم وتعلمهم القرآن وتعلمهم الحديث وتعلمهم الآداب، كيف يدخلون البيت ويخرجون منه، عند النوم ما هي الأذكار، وعند دخول الخلاء وغير ذلك، حتى يتعلموا أيضا آداب دينهم. من أجل ذلك أحببنا أن نسمع أيضا من عدد من الفتيات في فقرتنا التي نفضلها دائما صوتك وصل، أيضا طرائق جديدة للدعوة إلى الله عز وجل. ومعنا الأستاذ شهد من الرياض. السلام عليكم أستاذ شهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أولا حبيت أشارك معكم أستاذ خالد. حياكم الله. الحمد لله الذي فضل هذه الأمة على غيرها. الحمد لله. كنت بخير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والصلاة والسلام على من بعثه. اللهم صل وسلم عليه. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سنتين. وبعد، قبل أن لا ننطلق في الدعوة يجب أن نسأل أنفسنا لماذا ندعو إلى الله. حتما إذا عرفنا الإجابة سنصبح دعاة إلى الله نبتغي الأجر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سنت. وللداعي أجر مثل أجور من تبعه. عن أبي مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعلة. أنت أيتها المرأة كوني داعية في بيتك وفي مدرستك وفي جامعتك، فعندما ترين منكر أنكري بأسلوب حسن وكلام لطيف. الأمر عظيم، والدعوة إلى الله مهمة جدا في حياتنا، فبها يصلح الولد بالمجتمع وتعم الخيرات البركات حين نكف عن منكر ونحن صالحون، ولكن لم نقم بواجبنا وننصح وندعي إلى الله سيشملنا العذاب مع العصاة. أحسنتي، نسأل الله عز وجل العافية. أستاذ الشاهد شكرا جزيلا لك على هذا النصح، والذي أحس أنه يخرج من القلب فيصل إلى القلب. جزاك الله كل خير. الدعوة إلى الله عز وجل نعم فيها إنكار للمنكر، وأيضا فيها أمر بالمعروف، وهكذا تتوازن الدعوة إلى الله عز وجل وبالحكمة والموعظة الحسنة كما ذكرت شاهد. معنا أيضا شيماء من جازان. السلام عليكم شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا الله يسعدكم على البرنامج الأكثر من رائع. فعلا برنامج شامل لكل ما يخص الفتاة المسلمة. الشيء الثاني نجي لموضوع الحلقة اللي هو كيف تكونين داعية. نعم. طبعا بإمكانك أن تكونين داعية من منزلك أو مع جمعات القريبات، الجيران، بالثانوية، بالجامعة، مع أصدقاتك. يعني أحيانا كلمة بسيطة تدل على الخير. يعني مثلا يلا يا بنات خلونا نسوي حلقة قرآن بالمصلى، أو إذا مثلا شفتيهم يسوون شيء غلط هالشيء غلط لأن النص الشرعي نهى عن ذلك فلو نتجنبه، يكون بأسلوب سلس. صحيح. ويمكن تتقبل الكلام منك أكثر من أنها تتقبله من أمها وأبوها. ليش؟ لأنكم نفس المرحلة العمرية ونفس التفكير،
فالدعوة ما تقتصر على أنك تكونين محاضرة وقدامك كومة أوراق وتلقينهم وتنتهي. وش أفضل من أنك تتركين أثر؟ يعني إذا رحتي يذكرونك بالخير. أحسنتي، إحنا وقف هنا شيء ما عشان الوقت، ويكفينا هالكلمة اللي قلتيها الآن إن اتركي أثر. كثير من الناس ذهبوا ولم يتركوا أثراً، وبعضهم ترك أثر سيء. يعني نتمنى فعلا ان نكون قادرين ان شاء الله نترك هذا الاثر. بناتنا يعني الاخوات اللي طلبوا الاتصال الان ما عاد في وقت الحقيقه نسمع البقيه، فان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله عز وجل نفس الموضوع سوف يكون موضوع حلقتنا القادمه ونسمعهم ان شاء الله. الان معنا هذه الفقره وهي ضعي بصمتك. يا همسة في الروح يا بوح البنات. ضعي بصمتك الحل أيضا هذه الفقرة التي نخرج فيها من التنظير إلى الناحية العملية. معنا إيمان سنكر، معنا الشيخ إيمان سنكر. طيب، الدعوة إلى الله عز وجل ليست حديث فقط وإنما هي عمل، وكثير من الناس يدعو إلى الله عز وجل بعمله أكثر من كلامه. وبعض الناس أيضا للأسف الشديد يعني يجد الناس في عمله تناقضا مع قوله، ولذلك تأثرهم به يكون محدودا. ولكن أفضل نصيحة يعني أوجهها لنفسي ولكل إنسان الله عز وجل أعطاه موقع يمكن أن ينصح الناس من خلاله، انتبهي نفسك جيدا، فأنت قدوة، رضيت أم أبيت؟ ولذلك أقول لكل فتاة دخلت في هذا التوجه العظيم الرباني، اتق الله في نفسك، فأنت تمثلين دينك أكثر من غيرك. معنا الأستاذة إيمان سنكر. السلام عليكم أستاذة إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة إيمان خريجة من برنامج إعداد داعيات المركز الأول ما شاء الله، بداية حدثينا عن تجربتك الدعوية وانضمامك لهذا البرنامج، وماذا قدم لك ومشاعرك بعد التخرج بشكل مختصر لأن الوقت داهمنا. أستاذة إيمان تفضلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله مشاهدينا. الله يحييك، يا مرحبا بك. كانت بداية الدعوية منذ الطفولة. أول محاضرة كانت وأنا في المرحلة المتوسطة، ألقيتها في الفصل على طلبات في حصة فراغ. كانت عبارة عن مقتطفات لأحد المشايخ، بعدها استغلت المجالس والتجمعات النسائية، بس كانت جهودي في الدعوة مبعثرة إلى أن التحقت بمركز إعداد الدعاوى والداعيات. ما شاء الله. كان الوضع جديد علي ونمط التعلم مختلف عما تعودت عليه، لأن طريقة التدريس تعتمد على التعليم النشط. واجهتنا في البداية صعوبة، لكن بعدها أصبحت لذة لا يعدلها شيء ولله الحمد. الحمد لله. بالنسبة لاستفادتي من البرنامج، البرنامج صقل شخصيتي كداعية، أصبحت جهودي في الدعوة بخطط مدروسة. سبق أن أخذت دبلومين شريعة، واحد انتظام والثاني عن بعد، لكن كانت استفادتي من برنامج إعداد الدعوة والداعيات في سنة واحدة تفوق الأربع سنوات اللي درستها في الدبلومات الشرعية. ما شاء الله ما شاء الله. تعلمت أساسيات الدعوة وأصولها، تعلمت كيف تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أصبحت نظرتي للناس هي الرحمة. في البداية كانت الدعوة شغف طفولة، أحببت الدعوة لأني كنت أعيش في بيئة إيمانية تحت كنف والدين صالحين ولله الحمد. ثم وعيت أنها إرث الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار ولكن ورثوا العلم. عرفت فضل العلم والعلماء، عرفت فضل العالم على العابد، عرفت أن طلب العلم طريق إلى الجنة، عرفت قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أستاذة إيمان، في أي مجال يعني تحركتي فيه بالدعوة بعد أن أخذت هذه العلوم وتفوقتي ما شاء الله؟ بفضل الله كان توجهي من البداية في أسماء الله الحسنى، وألقيت عدد من الدروس في هذا الموضوع. بدأت من الناحية العقدية، لأن الآن العقيدة أصبحت مزعزعة في نفوس كثير من الناس، فأحببت أسماء الله الحسنى لأنها هي التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يعني تصحيح العقيدة من خلالها والقرب من الله سبحانه وتعالى. أحسنتي أستاذة إيمان. دون شك أننا إذا ربطنا الناس بخالقهم سبحانه وتعالى فبعد ذلك سوف يكون مرتبطين بحياتهم
كلها بدينهم وإيمانهم، فأحسنت الطريق ونسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد. نعم الوقت لم يكفي لاستعراض هذه التجربة الجيدة الرائعة الناجحة، وكذلك نعتذر للأستاذ أفنان جميل والأستاذ حنان جميل، وهما أيضا من النماذج العليا التي كنا نريد أن نستعرضها هذه الليلة، ولكن وضع البرنامج هذه الحلقة مختلف، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سيتعدل وضع البرنامج من ناحية الوقت ويكون متسع أكبر لنستمع بإذن الله لمزيد من هذه التجارب. هنا أضع نقطة، وفي القلب حرقة وفي النفس غصة، أنا لم نستطع أن نفي هذا الموضوع حقه لصغر وقصر الوقت، ولكن إن شاء الله في الأسبوع القادم نستكمل بإذن الله عز وجل. إلى اللقاء، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي لم تعد تشكو صدى أحزانها، وثقت بما تغليه من إيمانها، وغدا الذي ترجوه في إمكانها، وغدا ترون مكانها في النابغات. يا همسة بالروح يا بروح البنات، هي في اتجاه النور ليس بها شتات، لم تلتفت إلا لأحلى الذكريات، ولسوف تبقى كالشموع النيرات. يا همسة في الروح يا بوح البنات، يا همسة في الروح يا بوح البنات، عيني تبوح بموكب من أمنيات ورؤيات تسكب في يدي وهج الحياة. أنت وهبتني حلو الهبات، ساحوك آمالي ذرا بيد وذات. يا همسة في الروح.